صلى على اختي لمحب الجبنه، تعال اعمل لك عظم اختي. تعالي معايا قطعه جبنه شيدر احمر، ابشرها كويس وخليها ناعمه خالص اخر حاجه زي ما انتوا شايفين بودره، ولازم نبشرها عشان تساعدنا في الطبخ وتدوب بسرعه. وهنقشر بطاطسايه بلدي ونقطعها صوابع زي ما انتوا شايفين كده. ولو متواجد عندك اختي بطاطس فان فريتس مفيش مشاكل، هنقلي البطاطس ونسيبها على جنب ونحضر الصوص بتاع الجبنه. حته زبده مع معلقه دقيق وندربهم مع بعض، ولما يتقلوا شويه نرمي عليهم اللبن ونفضل نقلب فيهم. بعد كده نرمي عليهم الجبنه الشيدر اللي بشرناها ونفضل نقلب مع رشة ملح صغيرة على نار هادية، ونقلب لغاية لما يبقى الصوص معانا كده نحطه على البطاطس زي ما انتوا شايفين. حاجة كده خيال، حاجة عظمة، ولمحب الجبنة أحلى طبق بطاطس بالجبنة. ومتاح ليك تعمل الخليط بأي جبنة موجودة عندك مع العيش السوري، هتبقى روعة. يلا اخواتي نصلى على النبي في الكومنتات وندوس لايك ونعمل حركة الاكسبلور، وقولولي عايزين ايه الفترة الجاية. انجو عليك اخواتي، ما تدوسوا لايك بقى.